أنا طبيعي الحال بدي أدرس لأني بدي أتفوق على عدوي، مش لأني لم يعد الموضوع أني بدي أتعلم، في عندي رسالة. كيف بدي أتفوق عليه إذا ما تعلمت؟ إذا بدي أتعلم كيف بدي أحصل على رسوم الدراسة؟ معناته مضطر أن أتفوق وأخذ منح. أحكي لك قصة، عندما انتقلنا إلى بيروت بعد الغازية وبدي أدخل في كلية المقاصد الإسلامية في بيروت، رحت على المدرسة أسجل كطالب، عبيت الفورمات وكله، قال لي الرسوم، قلت له ما عندي. قال لي كيف يعني، أنت عمرك سمعت حدا بسجل بمدرسة بدون رسوم؟ قلت له ما عندي أنا لاجئ. قال أنا آسف بس أنا ما عندي هذا النظام، ما عندي، مزع الورقة ورمى، قال لي ضيعت لي وقتي، انتهى الموضوع لي؟ لا. رحت يا سيدي سألت مين صاحب المدرسة ورئيسها، كان رجل فاضل اسمه محمد سلام، عمه لصائب سلام اللي كان رئيس وزراء أخيرا. دقيت على الباب على البيت على الجرس، قالوا له في واحد الطفل برا مصر يشوفك. قال لي خير يا ابني؟ قلت له اسمح لي أدخل. قال تفضل. قلت له هيك صار معي. قال طب شو بدك أعمل لك؟ قلت له بدي تكفلني فصل واحد، إذا لم أكن فيه الأول أطرد، وإذا كنت الأول بأخذ منها. بس كيف بدي أستحق منها قبل ما تعطيني فرصة أخذ منها؟ هذا المسجل الريجسترار بقول لي بس تتفوق بنعطيك منها. قلت له طب كيف بدي أتفوق إذا أنا مش بالمدرسة؟ قال لي أنت بتعتقد أنه راح تكون الأول؟ قلت له بوعدك. حسك هالورقة وكتب ورقة للناظر، يقبل الطالب فلان لفصل واحد دون بمنحة مني شخصيا على أن يكون الأول في الصف. قلت له لا، على أن يكون الأول في كل المواد وفي المجموع. قال لي لهالدرجة متأكد من نفسك؟ قلت له لا، لهالدرجة مضطر. في شيء أقوى من التأكد والثقة، الاضطرار. إذا أنا مضطر أدرس لأنه عندي رسالة. قال لي شو رسالتك؟ قلت له بدي أنتصر على اللي طردني وعملني لاجئ. شعرت بوطنيته وإحساسه. قال لي الله يبوي، الله يوفقك يا ابني. وكتب ووقع وأعطاني الورقة، وبقيت كل السنين المتفوق إلى أن بدي أدخل الجامعة. حلمي كان أدخل الجامعة الأمريكية في بيروت، باعتبارها كانت أحسن جامعة وربما ما تزال. كانت الأونروا قررت منحة واحدة لطالب واحد على أن يكون الأول على لبنان، على لبنان. طب إذا أنا بدي أروح على الجامعة لازم أطلع الأول، فمضطر أكون الأول. طب هذه معاناة، هذه نظريتي بنعمة المعاناة. أنا أقول أن المعاناة نعمة، إذا المعاناة اضطرتني أن أكون الأول، الحمد لله على المعاناة. فالمهم طلعت الأول على المنار ودخلت الجامعة.